لغايه دلوقتي لسه مش عارفين الاهلي هيلعب مع بلوزداد فين، خاصه بعد تقديم موعد المباراه 24 ساعه. ليه؟ لما كانت المباراه هتتلعب يوم السبت 9 ديسمبر كان الكلام هنحاول نلحق ونلعب في استاد القاهره، لان البذره الشتويه والصيانه لارضيه الملعب المفروض تتغير وتلحق تخلص على يوم 5 او 6 ديسمبر. طيب بعد تقديم المباراه ليوم 8 هل استاد القاهره هيكون متاح؟ الله اعلم. الاسبوع اللي جاي باذن الله، احنا النهارده نهايه الاسبوع ان شاء الله هنكون معاكم يوم الاحد اللي جاي، لان يوم السبت ماتش الاهلي ويانج هيكون الساعه 6، فمش هنكون معاكم على الهوا، هيبقى في استوديو تحليلي. فيوم الاحد ان شاء الله هحاول اجيب لكم الملعب الرسمي اللي هيتم اقامه عليه مباراه الاهلي وبلوزداد. هل هنلعب في السلام زي ما حصل في ماتش ميدياما، ولا استاد القاهره هيكون متاح بشكل رسمي ونلعب يوم 8 ديسمبر على استاد القاهره الدولي؟ دي ابرز التعديلات والاخبار الرسميه المتعلقه بمباريات الاهلي في الفتره اللي جايه. على فكره التعديلات دي مش تخص الاهلي فقط، عشان ما حدش يطلع بعد كده يقول لك ايه اشمعنى الاهلي. ماتش بيراميدز وسان داونز في جنوب افريقيا اتعدل ميعاده ايضا. ماتش بيراميدز وسان داونز في جنوب افريقيا اتعدل ميعاده ايضا. بدل ما كانت المباراه هتتلعب في بريتوريا يوم السبت 9 ديسمبر بقت يوم الاحد. وبيراميدز على فكره بسبب انه هيلعب يوم السبت اللي جاي في موريتانيا والحد اللي بعد اللي جاي في جنوب افريقيا كان عنده مباراه الجونه في وسط الاسبوع اتاجلت. انا بس باكد على التفاصيل دي، انا عارف بعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثه الناس يوم ما تحب تدي مثال هتسترجع وتقول الاهلي اتاجل له ماتش زد. بيراميدز كان عنده مباراه يوم السبت اللي جاي في موريتانيا مع نوازيبو، والجوله الثالثه هيسافر عنده مباراه في جنوب افريقيا في بريتوريا مع سان داونز. ما بين 2 ديسمبر و10 ديسمبر في حوالي 8 9 ايام، في النص هنا كان في مباراه مع الجونه، المباراه دي اتاجلت. ليه؟ لان بيراميدز عنده مباراتين في الجوله الثانيه والثالثه خارج مصر، في موريتانيا وفي جنوب افريقيا، رغم الفارق في التوقيت ما بين المباراتين 9 ايام، 2 ديسمبر و9 ديسمبر. دي ابرز الاخبار المتعلقه بمباريات الاهلي والمرحله اللي جايه. قبل ما اطلع لفاصل، بكره في اجتماع مهم جدا، اجتماع مهم جدا، وناس كتيره ما عندهاش تفاصيل لسه الاجتماع وايه الموضوع. بكره هيتم تدشين رابطه اسمها رابطه الانديه الافريقيه، على غرار رابطه الانديه الاوروبيه اللي موجوده في الاتحاد الاوروبي، واللي على فكره رئيسها القطري الكابتن ناصر الخليفي. بكره هيتم تدشين رابطه على غرار رابطه الانديه الاوروبيه اسمها رابطه الانديه الافريقيه، هيكون الاختصار بتاعها ACA، ده الاختصار بتاعها. كنا عارفين رابطه الانديه الاوروبيه الاختصار بتاعها ECA، ده الاختصار بتاعت الاوروبي اسوسيشن كلاب، لكن الرابطه الافريقيه بكره هيكون اول اجتماع ليها في القاهره، اجتماع حضوري لما يمثل من حضور اكتر من حوالي 60 نادي. الاجتماع الاول كان عن طريق زوم، كان اجتماع افتراضي، ما كانش اجتماع حضوري، عشان يعني شرح فكره اجتماع الرابطه وانشاء الرابطه والمكتب التنفيذي والحضور والكلام ده كله. لكن بكره رسميا هيكون اول اجتماع لرابطه الانديه الافريقيه هيكون في القاهره، في احد فنادق القاهره. بكره ان شاء الله الاجتماع الساعه 11 الصبح. هقول كده تفصيله فيها سبق صحفي او سبق اعلامي لغايه لما يتعمل الاجتماع بكره ويبقى فيه مؤتمر صحفي لباتريس موتسيبي، ونعلق على الاجتماع في الاسبوع اللي جاي. مجلس الرابطه دي هيكون ممثل من 12 عضو، فيها رئيس وخمس نواب وست اعضاء. رئيس وخمس نواب وست اعضاء، دي اللائحه اللي لسه هيتم مناقشتها بكره والتصويت عليها اما باقرارها او تعديل فيها. لائحه كبيره على فكره، فيها ما يقرب من حوالي 30 ورقه، ولكن انا عايز اقول لكم التشكيل بتاع الرابطه ده هيبقى ازاي. رئيس وخمس نواب وست اعضاء مجلس اداره. الرئيس والخمس نواب هيكونوا بالانتخاب. كل نادي يبعت ممثل عنه يدخل الانتخابات. في حاله لو عايز يدخل انتخابات على منصب الرئيس او النائب، بس بحد اقصى في النائب في خمس اعضاء. طب انت كنادي مش عايز تترشح، عايز تتعين، عايز تعمل اتصالات عشان تكون عضو في المجلس او في المكتب التنفيذي لرابطه الانديه الافريقيه بس ما تخش انتخابات، هتبقى ساعتها من الست اعضاء بتوع مجلس الاداره. لا هتكون رئيس ولا هتكون من الخمس نواب، هتكون من ست اعضاء مجلس الاداره. جزئيه تانية ودي بكره هنحاول نعرفها بشكل رسمي، هل الرئيس او الخمس نواب او الست اعضاء مجلس الاداره لازم يكونوا
موجودين في مجلس إدارة النادي ولا النادي ممكن يرشح حد من خارج مجلس الإدارة؟ دي نقطة مهمة جدا. يعني مثلا عندنا في رابطة الأندية المصرية كابتن عماد متعب ليس عضوا في مجلس إدارة الأهلي، ولكن تم تزكيته وترشيحه من قبل النادي الأهلي عشان يكون ممثل الأهلي في الرابطة. رابطة الأندية الإفريقية في بنود اللائحة لا، ما ينفعش ترشح حد من بره. اللائحة فيها نص واضح بيقول إن الست أعضاء مجلس الإدارة لازم يكون أعضاء في مجلس إدارة الأندية، لازم يكون عضو في مجلس إدارة ناديه، لازم يكون عضو في مجلس إدارة ناديه. طب موقف الرئيس والخمس نواب، حتى هذه اللحظة اللائحة فيها مناقشات كثيرة، هل لازم يكون عضو في مجلس إدارة النادي ولا ممكن النادي يرشح شخص آخر يكون ممثل للنادي في رابطة الأندية الإفريقية؟ ده هنعرفه بكرة لما نعرف كل تفاصيل اللائحة. ولكن بقول لكم بكرة اجتماع فيما لا يقل عن 60-65 نادي حسب المعلومات برضو اللي وردت إلينا. النادي الأهلي تلقى دعوة للحضور بنسبة كبيرة، الكابتن محمود الخطيب بإذن الله هيحضر بكرة هذا الاجتماع لأنه كان حضر الاجتماع الأول. ونقطة أخيرة، عشان حضورك يبقى صحيح في أول سنة لهذه الرابطة لازم تحضر ما لا يقل عن 50% من اجتماعات الرابطة في الموسم الأول. لو أي نادي بعت ممثل ليه وما حضرش 50% من اجتماعات الموسم الأول لن يمثل في السنة التالية. دي كانت أبرز الأخبار المتعلقة باجتماع رابطة الأندية الإفريقية، وأنا عارف ناس كتيرة لسه مش مدركة ما أهمية هذا الاجتماع. الرابطة دي معمولة عشان حاجتين على فكرة، عشان تتواصل مع المكتب التنفيذي والاتحاد الإفريقي لما يكون الأندية عندها مشاكل في البطولات الإفريقية، والحاجة التانية الاتحاد الإفريقي عايز الرابطة دي تساعده في التسويق والرعاية والبث الفضائي عشان تعظيم الموارد المالية سواء للكاف أو للأندية في الفترة اللي جاية. فاصل، وبعد الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترند.